السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب خمسة ابتدائي، اهلا بيكم. رجعت لكم تاني مع lesson 7 من unit 6 connect plus الترم التاني بعنوان story او قصة. اول حاجة الكلمات بتاعتنا خائف او خايف، يعني frightened، قلنا جي اتش لو جت قبل بعد الاي او قبل التي ما بتنطقش، هي هنا جاية بين الاي والتي فكده كده مش هتنطق، يعني frightened جاية من frighten يعني يخيف، frightened يعني خايف. بقى مندهش surprised اليو بعدها حرف تنطق A والآي بعدها حرف متحرك تنطق I زي ما هي، والإس بين حرفين متحركين بتنطق Z، فقول إيه؟ surprised جاي من surprise يعني مفاجأة أو يفاجئ، surprised متفاجئ أو مندهش، ودي صفة. loudly يعني بصوت عالي، ده حال طبعا. يصدم أو يضرب، hit يلوح بيده، wave الـ A بعدها حرف متحرك برضو تنطق A زي ما هي، قول إيه؟ wave سعيد أو مسرور، glad زي happy بالظبط، glad. خط سكة حديد، railway line. ثعلب، fox حقول، fields غالي الثمن، expensive. تل أو هضبة، hill أضواء، lights علم، flag سترة أو sweater يعني sweater محطة، station هادي، quiet شديد الرياح، windy سائق، driver. طيب الديفينيشنز وخلي بالك منها. أول حاجة glad قال لك يعني happy about something، مبسوط من حاجة. loudly قال لك يعني with a lot of noise عمل دوشة كبيرة. hit قال لك يعني go into something quickly or hard، لما يصدم حاجة يعني أو يخبط حاجة بقوة. wave قال لك move your hand، انك wave يلوح، طبعا ده معناها موجة ومعناها يلوح او يشاور، يعني قال لك انك تحرك ايدك or something in your hand up and down، تحرك ايدك او تحرك حاجة في ايدك فوق وتحت. frightened قال لك feeling afraid because you think something bad will happen، انك تحس انك خايف عشان خايف ان حاجة ممكن تحصل. surprised متفاجئ قال لك the feeling you have when you don't expect something، يعني حاجة ما كنتش متوقعها وحصلت فبتحس انك ايه متفاجئ او اتفاجئت منها يعني. طيب الافعال بتاعتنا اول حاجة يلوح، waved يتحرك، moved تمطر ثلجا، snowed يغادر او يترك، left يقع، fallen يجرح او يؤذي او يؤلم، hurt لسه من شويه اليو بعضها اربع نقط ايه hurt. طيب يصل الى مكان كبير، arrive in غاضب من، angry with في الليل، at night يخلع، take it off في الريف، in the countryside فعلت الصواب، you did the right يمر صعودا مهبوطا، pass up and down it's a good place to يعني مكان جيد لي، it's a good place to live مثلا مكان جيد للعيشة يعني، on the train يعني على متن وكده. طيب القصة دي والله يا شباب القصة دي بتاعت ثانوي اساسا، بس هم ملخصينها لكم يعني، بس بصراحة والله كان نفسي اقراها من زمان يعني، فسبحان الله مش بخليني في نفسنا حاجة. بقول لك the railway children اطفال السكة الحديد by E. Nesbitt ده اسم الكاتب يعني. قالك روبرتا، فيليس and بيتر lived in a large house in London، روبرتا وفيليس وبيتر كانوا عايشين في بيت كبير في لندن، England في انجلترا. One day وفي يوم من الأيام، their father had to leave them to work in another country، وفي يوم من الأيام باباهم اضطر ان هو يسيبهم ويسافر عشان يشتغل في دولة تانية. This house is too expensive for us البيت ده غالي علينا قوي، يعني جار البيت غالي كتير قوي علينا. while father is away في الوقت اللي بابا فيه بعيد او بيشتغل بره البلد يعني، we must leave London لازم نغادر لندن او نسيب لندن، and move to a smaller house in the countryside ونروح نقعد في بيت في الريف. هو في القصة الحقيقية ابوه ما كانش مسافر يعني، بس ما علينا. فبقول لك اللي احنا خلاص البيت ده غالي قوي وابونا مش موجود عشان يدينا فلوس، فاحنا في الفترة اللي هو فيها مش موجود في البيت او مش موجود في البلد، هنسيب بقى البيت الكبير ده بمصاريفه الغالية ونروح نقعد في بيت في الريف. said their mother مامتهم اللي بتقول الكلام ده، their new house was near a railway بيتهم الجديد بقى اللي في الريف ده كان قريب من محطة قطر او من سكة قطر. they arrived in the night and walked to the house from the station وصلوا بالليل، على ما وصلوا القرية يعني وصلوا بالليل ونزلوا في محطة القطر ومشوا لحد ما وصلوا البيت.
فروبرتا بتقول لها why is it so dark؟ هي الدنيا ضلمة قوي كده ليه؟ at night in London، بالليل في لندن، there were always lots of bright colorful lights. قالت لها بالليل في لندن كان بيبقى فيه عواميد كتير ومنوره منوره الدنيا. There are no street lights in the countryside. فمامتهم قالت لهم ايه؟ لا، الريف ما فيهوش عواميد كهرباء. And why is it so quiet؟ asked Peter. فبيتر قال لها طب الدنيا ساكته قوي كده ليه؟ هاديه ليه؟ In London، في لندن، everybody walked quickly and talked loudly. في لندن كان كل الناس بتمشي بسرعه وبتتكلم بصوت عالي. فمامتهم برضه قالت لهم ايه؟ There are no many people in the countryside. قلت له الريف ما فيهوش زحمه ولا ناس كتير زي اللي موجوده في الايه؟ في المدينه. That night، يومها بالليل، the children didn't sleep. ما عرفوش يناموا طول الليل. It was quiet. But they could hear animals calling in the night. الدنيا كانت هاديه ومفيش صوت، بس كانوا سامعين اصوات الحيوانات بتنده في الضلمه. اللي هو ايه؟ مش بتنده، ان هم يعني كلب بيهوهو ومش عارف معزه بتمقمق، حمار بينهق، حاجات من دي يعني. فطبعا مش متوقع الحاجات دي في لندن، لندن ما فيهاش الكلام ده. ففيلز بتقول ايه؟ I am frightened. انا خايفه قوي. I don't like it here. انا مش عاجباني الحياه هنا. Everything looks very different in the morning. تاني يوم الصبح بقى، النهار طلع طبعا ما ناموش طول الليل، بقول كل حاجه هنا مختلفه، او الضلمه بقى اللي كانت موجوده بالليل والهدوء بتاع بالليل والحاجات دي كلها اختفت خلاص، والدنيا اتغيرت بقى. The house was small. بيت كان صغير، but its rooms were sunny. بس الاوض كلها داخلها شمس. And from their bedroom window، ولما بصوا من شباك اوضه النوم بتاعتهم، they could see beautiful green trees and fields. بصوا كده لقوا اشجار خضراء جميله وحقول بقى وغيطان بقى وكلام من ده. One day، وفي يوم من الايام، خلاص بقى عاشوا في المكان ده واستقروا فيه لحد ما باباهم يرجع. فبيقول لك في يوم من الايام، the children were walking near the railway. كانوا ماشيين بالقرب من سكه القطر. It was a very windy day. كان يوم عاصف جدا، كان الهواء فيه شديد جدا. And Peter was very surprised when he saw a big old tree. It was moving. فبيتر بيبص كده اتفاجئ جدا لما لقى شجره كبيره وبتتحرك. فبيقول لهم look he said the tree is falling on the railway. بصوا ده الشجره هتقع على السكه، على السكه الحديد او على سكه القطر. ففيلس قام تقول what can we do؟ طب نعمل ايه؟ طبعا الهواء كسر شجره، فالشجره كانت هتقع قدام القطر، فطبعا القطر لو دخل فيها هيتقلب وهيحصل مصايب يعني. فقولوا what can we do؟ طب نعمل ايه؟ a train will hit it. القطر هيخبطها. فروبرت قامت قايله a train will be here soon. القطر هيوصل كمان شويه. Peter your sweater is red. take it off. قالت له يا بيتر السويتر بتاعك لونه احمر، اقلعه كده. فقال لها why؟ طب ليه يعني؟ قالت له we can make a flag with it. a red flag means stop. قالت له احنا هنعمل بالسويتر بتاعك ده علم، العلم الاحمر مقصود بيه او معناه اقف. They ran back along the railway to a hill. طلعوا يجروا بطول السكة الحديد يعني، جنب طريق السكة يعني، السكة الحديد كده، هما بيجروا ايه جنب الطريق كده لحد ما وصلوا لهضبة عالية. When the train came، وأول ما القطر جه، they waved the sweater to stop it. فضلوا يشوروا له بالسويتر الأحمر ده عشان يوقفوه. The train was very fast but the driver saw the red sweater and quickly stopped the train before it hit the tree. القطر كان سريع جدا، بس السواق شاف السويتر الاحمر ده، فبسرعه وقف القطر قبل ما يخبط الشجره بحاجه بسيطه، وقال لهم ايه؟ thank you children. شكرا لكم يا اولاد. you helped everybody on this train. انتوا ساعدتوا وانقذتوا كل الناس اللي موجودين على القطر ده. you did the right thing. انتوا عملتوا الصح. that night، يومها بالليل، they heard animals calling again in the dark. لقوا برضو الحيوانات اصواتها عاليه بالليل. فمامتهم بتقول لهم ايه؟ Are you still frightened of the countryside, Phyllis؟ انتوا لسه خايفين من القريه برضو يا فيلس؟ قال لها no I know it's just a fox said Phyllis. قال لها لا انا عارف ان الصوت اللي احنا سامعينه ده ثعلب، ثعلب بس مش حاجه يعني. I didn't know what it was when we first arrived here. انا بس اللي كان مخوفني اول ما جينا ان انا ما كنتش عارف ايه الصوت ده اول مره اسمعه. وبيتر قال لها I like living here. وانا كمان حبيت العيشه هنا قوي. روبرتا متقالة بي I will be glad when we go back to London. أنا بقى عن نفسي عايز أرجع لندن، أنا أتبسط أوي لو رجعت. But I understand life in the countryside now. It's a good place to live. قلت أنا نفسي أرجع بس برضو فهمت الحياة في الريف هنا وحبيتها، والحياة هنا مش وحشة أوي. بس يا شباب نيجي بقى على التدريبات. ولك وين ذا بورينج فيلم
finished I was فيلم ممل خلص، فانا كنت حاسس بايه؟ I was ايه glad، كنت مبسوط ان هو خلص، مفيش الا هي اللي تنفع. The car was gone fast and ايه a tree، كانت ماشية بسرعة و ايه شجرة، خبطت شجرة hit a tree. The children were talking طبعا loudly بصوت عالي. The children feel ايه of the dark at night، طبعا كانوا خايفين اول حاجة من الضلمة. The children waved to the people on the train to stop the train، عشان يوقفوا القطر، يبقى number one هتبقى C. In the countryside they didn't have street lights to see on the dark roads، عشان يشوفوا في الضلمة. Peter took off his sweater to make a flag، عشان يعمل بيه علم. They waved the flag. ايه ده بقى؟ To stop the train؟ لا. The children waved to the people on the train to be friendly. لا. They waved the flag. هي ممكن they waved the flag to be friendly، هي هي الوحيدة اللي فاضلة تنفع يعني، عشان يكونوا طيبين يعني. Peter took off his sweater to make a flag، دي ماشي. In the countryside they didn't have street lights to see in the dark، ما عادش الا الاتنين دول بس. The children waved to the people on the train مشوروا to stop the train. They waved the flag to stop the train برضو، هي دي تمشي دي ودي تمشي دي بس خلاص هنمشي ديت زي ما احنا عملناها كده سي دي بي اي. طيب ايه means happy about something، مبسوط من حاجة طبعا قلنا ايه glad. He speaks with a lot of noise، he speaks بيتكلم وعامل دوشة وهو بيتكلم، طب يبقى speaks طبعا ايه loudly بصوت عالي. They ate to me they move their hands up and down، بتحرك ايدك فوق وتحت، دي اسمها ايه wave يلوح. Peter took a the sweater to make a flag، طبعا take ايه off اخلع. زي الفاعل، اي جملة في الانجليزي بتكون من فاعل فعل مفعول، وبعدين يبقى زي waved the flag كمل الجملة بقى to stop the train، عشان يوقفوا القطر. Why isn't Phyllis frightened in the countryside؟ بعد كده the driver stopped the train، وقف القطر، and thanked the children. Where would you like to live؟ أين تحب أن تعيش؟ بعد كده عايزك تكتب باراجراف عن a story you read، أي قصة قريتها ياكش تكون ستنا الغولة، اي قصه قريتها، اليس ان وندرلاند عندك، عام الحاج عندك، فروزن عندك، اي فيلم حتى لو حاجات فيلم كرتون اتفرجت عليه يعني، احكي لي فيلم عن توم وجيري، احكي لي سبونج بوب، شون ذا شيب، اي حاجه من اللي انتوا بتتفرجوا عليها، اي كرتون اي فيلم اي قصه قريتها. ما عادش حد بيقرا قوي قد كده، قصه سمعتها قصه شفتها في فيلم مثلا كلام من ده، احكيها لي. الفكره انك تحاول زي ما قلت لك قبل كده كم كذا مره، حاول تكتب بس يا شباب. وكده يكون خلص الدرس السابع والوحدة السادسة، الحمد لله خلصنا نص المنهج اهوت، واحنا لسه في نص شهر اتنين، وده الحمد لله انجاز يعني. ف ربنا يوفقكم يا رب، وانتظرونا ان شاء الله اكمل لكم بقية المنهج قريب جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.